ازيكو، هنا ارت هولك ومعاكو آية فرج. لو بتحبوا اللوحات ومهتمين تعرفوا اكتر عنها وعن قصص ما وراء اللوحة، ياريت تتابعوا الفيديوهات اللي هنزلها. هنتكلم النهاردة عن لوحة The Kiss او القبلة لجوستاف كليمت. الاول هنقول نبذة صغيرة عن حياة الفنان. جوستاف كليمت اتولد يوم 14 يوليو سنة 1862 في بوم جارتن جنب فيينا في النمسا، لعيلة متوسطة، وكان ترتيبه الثاني لسبع أطفال. باباه كان نقاش فضة وذهب، ومامته كان عندها طموح غير محقق إنها تكون عازفة موسيقى. جوستاف دخل مدرسة الفنون التطبيقية والحرف في فيينا، وبعد ما اتخرج وكون أسلوبه الخاص أطلق عليه لقب المتمرد على عصره. أشهر لوحة ليه اللي هنتكلم عليها النهاردة هي لوحة The Kiss. رسمها وهو عنده 45 سنة ما بين سنة 1907 و1908، والفترة دي كليمت كان متألق وتسمت بالفترة الذهبية عشان كان بيستخدم فيها اللون الذهبي بكثرة. The Kiss حجمها ضخم، 180 سنتي في 180 سنتي، يعني حوالي طول الباب، وهي لوحة زيتية ويقال إنها اترسمت على شريحة من ذهب. لو هنهاب لوك على اللوحة هنلاقي كابل حاضنين بعض وحواليهم هالة كبيرة ذهبية، ساندين على الأرض كأنهم خارجين منها زي تل أو جبل، وتحتهم بيظهر حاجة زي جزيرة من الورود والأعشاب، ليها بداية لكن ملهاش نهاية، كأنها قطعة من الجنة وعليها الكابل في مشهد الحضن الحميمي. لو خدنا كلوسر لوك على الكابل، الولد او الراجل لابس تاج من الكروم، والبنت او الست شعرها مليان ورود. الراجل لابس رداء فيه اشكال هندسية، مربعات ومستطيلات بالابيض والاسود والرمادي شبه الموزيك، ويقال ان كليمت كان فعلا متأثر بيه. والبنت لابسة فستان مليان اشكال هندسية برضو، مربعات ودوائر وورود. لو عملنا زوم اكتر على وشوشهم وحركة ايديهم هنلاقينا مش شايفين ملامح الراجل، بس على الجانب الاخر ملامح الست ظاهرة مبتسمة وعينيها مقفولة ومستكينة ومتأثرة. الراجل ماسك وش الست ومالي ايديه بيها، ايد ساند راسها والايد التانية على خدها. الست ماسكة ايده بايديها الشمال والايد التانية حوالين رقبته في لطف شديد. تحت شوية رجليها ظهرة سندة على العشب الذهبي، يعني أطول منه صح؟ keep that بقى in mind. في theories بتقول إن الراجل في اللوحة هو جوستاف كليمت والست هي إيميلي فلوج، كانت بتربطهم صداقة، وكتير بيقولوا إن كانت بتربطهم علاقة حب، بس ما حصلش بينهم حاجة رسمي. إيميلي كانت أخت مرات أخو جوستاف كليمت، وكان بيقضي الصيف معاها ومع عائلتها، ولما مات كتب لها نص ثروته. نرجع للوحة. The Kiss اتباعت قبل ما جوستاف كليمت يخلصها لمعرض بالفيدير في النمسا بسعر ضخم جدا ساعتها، 240 ألف دولار. وتخليدا لكليمت وللوحة، في 2003 تم صك العملة جديدة عليها اللوحة والناحية التانية عليها جوستاف كليمت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو ده حصل ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا.